قدك سي صادق عايش بعدت على الكورة في تونس؟ والله بعدت على خاطر نشتغل برا، نشتغل في الإمارات. لا مش مشاكل، أنا رحت معناها ندرب في النادي العين، فهمت؟ اي وبعد عرفت ناس خبروني، قالوا لي عليكم الكورة وقعد معنا، قعدت معاهم. فهمتك، معناها حتى في الامارات تو الشغل بعيد على الكورة. أنا بعيد على الكورة، أنا تو كيما الوقت هذا تو معناها أنت طلبتني، أنا موجود في داري. سي صادق نحكيو على جمعيتك الام النادي الافريقي، قاعد تتبع شوية في الكلوب؟ لا والله شيء جملة جملة، جملة، ما عاد شيء. عندك فكرة على الوضعية اللي قاعد تعدى بها الكلوب تو؟ صعيبة شوية، عقوبات من الفيفا وخطأ. يقولوا لي بس تعرف في الكورة، إذا أنت معناها تكون معناها فما رجال معاك تنجح، وإذا يكونوا ما فماش رجال ما تنجح. ما صحيح. عندك فكرة مثلا توا عاملين قاعدين كونت لحباية قاعدين ينموا في الفلوس لإنقاذ النادي؟ بالطبيعة سمعت بالحكاية هذه، فهمت؟ اي أما أنا أول مرة تصير في النادي الأفريقي، خاطر النادي الأفريقي عنده رؤساء متاعه اللي يتعداه من الرؤساء الكبار، صحيح. يرحم تاع عزيز الأكرم. شنو انت شنو رايك في الحجم تاع الكونت هذي؟ تنجم تعانوا ولا صعيب شويه؟ إن شاء الله. وأنا شو فما واحد يحب النادي وما يحبش، إن شاء الله معناها تكون تعاون ترجع كما كانت النادي الافريقي. شنو الحل تشوفه باش الفريق يتعدى الوضعيه الصعيبه هذه؟ والله فيها رجال النادي الافريقي، عندنا ناس يحبوا الافريقي ينجموا في هالازمه هذه ينجموا يتحداوها. ياما رجال الفريق متعاكين وكل واحد يضرب على ربوه تو. لا ما يرجعوا لبعضهم، صارت قبل ورجعوا لبعضهم. لشكون تحمل المسؤولية نتاع اللي صار تو؟ لا شو ايش نقول لك انت، خاطر تعرف الجمعيات الكل تصير لهم المشاكل هذه، صارت حتى في اوروبا، صارت في برشا يقولوا مثلا سليم الرياحي هو اللي خلاه غرق في الديون ومشى، نجم يكون هو سبب لول. ما نحطوا ما ناخذوا واحد اللي معناها الناس كل معناها تقول هو الرياحي هو اللي معناها، ما التاريخ نتاع النادي كان معناه تعرف وانتم قبل كان معناه في الامتياز، جاه وقت وكل واحد ياخذ وقت. صحيح، معناه ما يتحملش مسؤولية سليم. لا ما يتحمل مسؤولية، علاش يتحمل مسؤولية؟ معناها ما تلقاه حتى حد ما يعاون، هذاك علاش النادي معناها وصل في الهيئة هذه. باهي، نحكيو شوية على الكورة في تونس، شنو رأيك في اللي جارديان موجودين توا في تونس سي صادق؟ والله شو باش نقول لك، انا هو واحد، انا ما مش قاعد نتبع، فهمت؟ فهمتك. حتى اعطيني الاسامي بس تنقول لك. كاس افريقيا ما تبعتش شوية؟ لا خاطر برشا تحمي برشا الوم على الحراس، خصوصا بعد كاس افريقيا خرجنا بأخطاء متاع الحراس. مش تحب تعمل، كل ما فما يمكن ما فماش مدربين بتاع حراس، هذاك علاش ما عادش عندنا حراس لعيب. صحيح. بين سمير الكسامي مثلا فاروق بن مصطفى، فاروق بن مصطفى من احسن الحراس اللي في تونس توا. معز حسن الجارديان جبناه جديد، ها شفته ولا لا؟ ما شفتوش، بس يقولوا اللي عنده مستقبل كبير. وشكون تعتبروا احسن حارس في تونس توا؟ بن مصطفى. بالنسبة للمكتب الجامعي، تعتبر وديع الجري أحسن فترة هذه في تاريخ المنتخب ولا لا؟ اتحاد تونس أخي مش مسؤوليته هو، اتحاد تونس النوادي، فهمت؟ يقول لك شد مشومك لا يجيك ماشو. عندنا تاريخ، احنا كلنا توانسة كل نقول شد مشومك لا يجيك ماشو، صحيح فهمت؟ صحيح. أما خير نخليه واحد متعود ولا نجيبه واحد مازال ما يعرف. بيه سي صادق،
المقارنات من اللي كنت تلعب انت حتى يمكن التوا بينك وبين شكري الوقاع، كل واحد يقول جمهور الكلوب يقول عطوق احسن جارديان في تونس، جمهور اسبيرانس يقول شكري، انت ايش قالك في المقارنة هذه؟ انا اخويا ما يهمنيش انا نكون احسن حارس ولا مش ولا، انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي انا عطيت الماكسيموم في الكوره للمنتخب، وهذاك هذاك واجب علي، ما نقول انا ولا لا، الناس تحكي، فهمت؟ مش انا باش نجي نقول اليوم انا والله انا عنتر، لا، ما تعتبرش روحك احسن جارديان في تاريخ تونس؟ ما نجمش نقول لك، ما نجمش نقول لك، في برشا حراس كويسين في تونس، فما شكون خير من صادق ساسي عطوقة؟ وي علاش مش ما علاش ما فهمش مثلا شكون؟ في قبل ما نلعب انا كان في النجم الساحلي كان حارس كويس، كان في صفاقس كان حارس كويس، شكون مثلا سمينا سي صادق؟ قبل اي شكون جارديان تحكي عليه، نتاع ايطوال ولا سي اس اس؟ ولا نتاع الكلوب، كان الزرقاء نتاع الكلوب، من احسن الحراس. منين تعلمت انا؟ الزرقاء حارس النادي الافريقي. اوكي. بيه كان من احسن الحراس اللي موجودين في تونس. صحيح. من عام 78 حتى لتوا العباد ما نساتش كيفاش الطريقة اللي أقصيت بها من المونديال، ما زلت تحس في قلبك شوية؟ لا عادي عادي، نسيتها سي؟ لا مش نسيتها، بس عادي أخي، واحد يوصل في عمره مثال كبير ويحب يلعب في كل في كل مباراة مع المنتخب، مو فما حراس يطلعوا جدد، واحد وانا قبلت الحق. صحيح. حكيت مع شاتيلي انت بعدها؟ لا ما حكيتوش لحد الان. وعلاش نحطه على الشتالي؟ الشتالي شغله اسمح له باش ينحي فلان وينحي فلان. انا الشتالي لعبت معاه في المنتخب. اي بالطبيعه. وكان قائد فريق نتاعي. ما يتحملش مسؤوليه على شكون نحطه معناه. ما نحطه حتى نحط على روحي انا، يمكن انا نقصت في المستوى هذاك، علاش مكاني؟ معناها مسامحوا شتالي، ما فما حد شيء. مسامح الناس الكل الان، شو داخل اخي، فما وقت واحد النهايه. باخر نجمش نقول لك انا والله النجم انا نلعب وما نجم، فما مدرب شاف اللي انا مستواي طاح خلاص، فهمتك. ما نحطوا له المسؤوليه عليه. واضح. باهي نكمل اخر سؤال سي صادق، شنو حكايه عطوقه؟ عطوقه يا طويل العمر حكايه، كنت في الحومه نلعبوا، حطوني حارس وانا ما عاد نعرف، ما نعرفش الحراسه وقتها، فهمت؟ أي. متعديه دجاجه مع اولادها، عملت هكا وتلوحت على واحده من اولادها، أي. سموني عطوقه،